الحزاز المسطح اللي يشمل بصيلة الشعار، أمراض المناعية الأخرى مثل داء الذئبة الاحمرارية اللي نعرفه إحنا ممكن أن يصيب بصيلة الشعار ويسبب تساقط. يبقى السبب الرئيسي هو تساقط الشعار الذكوري أو الهرموني. طبعا تساقط الشعار الهرموني هو يشمل الرجال والنساء وجدا شائع عندنا. هذني أهم أسباب تساقط الشعر. طبعا نقص المعادن والحديد والفيتامينات هذا يدخل ضمن تساقط الشعر الكربي اللي سولفنا عليه اللي هو مؤقت، مجرد علاج السبب يرجع الشعر إلى وضعه الطبيعي. جيد، هسه احنا يعني عرفنا أنواع التساقط، بس أنا اليوم مثلا جاي مشرط على المرأة وقع شعر من عندي، هل شلون أعرف أنه هذا التساقط طبيعي لو عندي مشكلة بلي. هذا الموضوع احنا معدل التساقط الطبيعي يوميا 100 إلى 150 شعراء يتوقع، هذا طبيعي 100 إلى 150 شعراء. طبعا راح تشوفوا عدد كبير ومو كبير حقيقة. إذا تجاوز هذا العدد أكثر من 150 يعني على مدى اليوم، لو خلال مثلا استحمام تثبيط الشعر من هذا القبيل خلال 24 ساعة جيد، هذا يعتبر طبيعي. طبعا بالنساء توصل إلى 200 شعراء باليوم أيضا يعتبر طبيعي. هسه بعض الناس يقولون دكتور شلون أنا أعرف 100 أو 200؟ خو ما راح أقعد أحسب، ممكن يطلعون صورة موجودة، صور بالإنترنت حجم الشعر يعني إيش قد تطلع الكتلة مال الشعر ويقدرون نسبة التساقط مالتهم. فإذا تجاوزت 150 شعراية هذا يعتبر تساقط غير طبيعي. في شي حالة لازم نراجع طبيب الجلدية المختص، ما نروح رأسا نسوي تحاليل، لأن أغلب مشاكل الشعر هي تنحل بالفحص، مو دائما نحتاج تحاليل. أول خطوة بالتشخيص هي فحص فروة الرأس من قبل أخصائي الأمراض الجلدية. عندنا جهاز اسمه الترايكوسكوب اللي هو ناظور الشعر، هنفحص به ومن خلاله نشوف نحتاج إلى تحاليل، ذاك الوقت ندز المريض إلى تحاليل. ما نحتاج، الموضوع مشخص، نطي العلاج. أنا نوع على هالموضوع لأنه مهم جدا. أغلب المرضى مجرد يصير عنده تساقط رأسا يسوي تحاليل فيتامينات، راح يلقى عندهم فيتامين دي مثلا قليل. طبعا أغلب العراقيين فيتامين دي عندهم قليل، راح يصور المريض أنه هو هذا السبب، فيقعد يأخذ فيتامين دي ويجينا للعيادة الفيتامين دي واصل إلى مستوى أعلى من الطبيعي، هذا السبب من المشاكل الأخرى، ويقول دكتور تساقط بعده ما وقع يعني ما وقف التساقط. فإحنا نقول له يا ترى مو موضوع فيتامينات وحديد، الموضوع هو فحص بالبداية. فهذا الموضوع جدا مهم أنبه عليه المشاهدين الكرام. طيب هسه أكو ناس تقول مثلا أني والدي عنده مثلا القرح أو والدي مثلا كثيف الشعر، كيف نتعرف على بأنه العوامل الوراثية تلعب دور مهما وجيد في علاج تساقط الشعر؟ وهل هو مرات الإنسان يأخذ دواء أو يأخذ علاج هل يعزز من النمو؟ طبعا هذا موضوع مهم جدا، موضوع الوراثة. الوراثة احنا لما نقول وراثة ما نقصد الأب والأم أو الأقارب المحيطين بالملل، لأن هواي أشخاص نقول لهم أنت عندك وراثي، رأسا يقول أني والدتي ما بيها شيء والدي ما بيه شيء. الوراثة هي بوليجينيك، يعني تجمع جينات من عدة أشخاص، مرات مثلا واحد من أجداده من جهة الأب من جهة الأم، تطلع وراثة بشخص من العائلة، أخوانه ما بيهم شيء، أبوه ما بيه شيء، والدته ما بيها شيء. أخذناها بالأحياء من يصير عالم الوراثة، بلي جينات. فهو موضوع الوراثة مو موضوع مباشر. أكو أشخاص عندهم هم تساقط شعر وراثي، والدهم ووالدتهم وأخوانهم ما عندهم شيء، هذا موضوع مهم جدا. إذا كان وراثي لازم يراجع الطبيب بشكل مبكر حتى يأخذ علاجات تثبت بصيلات الشعر، لأن تعرف الوراثة هو وراثة جينات، إحنا ما راح نقدر نغير الجينات، إحنا حنقدر نساعده إنه يحافظ على شعره ولازم يستمر بالعناية. هذا بالنسبة لموضوع الوراثة. أما بالنسبة للأسباب الأخرى لا، هو علاجه مؤقت، نعالج المشكلة ويرجع الشعر إلى وضعه الطبيعي. وعلاج الشعر دائما نوصي للمريض إنه لازم يعطي مجال للشعر، احنا دورة الشعر تتجدد كل 3 أشهر، فلما نعطي علاج للشعر لازم المريض يصبر شهرين ثلاثة يا الله يبدي يشوف الفرق. احنا شنو معنى دورة الشعر؟ دورة نمو الشعر، يعني الشعر يتجدد، شعرنا يتجدد. احنا الشعر عندنا 3 أطوار نمو بي جيد، الشعر يتجدد كل تقريبا 3 أشهر، فلما يجينا مريض عنده تساقط ونعطي علاج ونقول له تصبر لنا 3 أشهر يلا شوف فرق. اكو هواي مرضى ما عندهم صبر، يعني اسبوع اسبوعين عاف العلاج، هيجي حالة ما راح يستفاد نهائيا. هذا هم ضروري المرضى انه يفهمون شلون ينمو الشعر، ايش قد يحتاج وقت حتى يستجيب للعلاج. طيب دكتور، نصائح عامة تقدمها ل يعني المشاهدين اللي يشاهدونا حاليا، الاشخاص اللي يعني يحبون يتبعون هذه الخطوات او النصائح
لإدامة الصحة لشعرهم والوقاية من موضوع التساقط. بلي، يعني هي أكو نصائح عامة، إحنا نتجنب الشسوار بشكل متكرر للشعر، لأن الحرارة على الشعر بشكل متكرر ممكن تؤدي إلى ضرر بصيلة الشعر نفسها. تجنب القصر والصبغ المتكرر، تجنب التسريح اللي هو هسه كلش شائع أنه سرحت شعري، هذني كل ممكن يأذن بصيلات الشعر، تجنب المواد الكيميائية الضارة بالشعر، الالتزام بغذاء صحي متوازن، خضروات فواكه. وإذا صار تساقط، الخطوة المهمة الأولى هي مراجعة طبيب الأمراض الجلدية قبل لا ندخل بدوامة التحاليل والعلاجات غير الضرورية، ومرات ما نستفاد. هذين النصائح المهمة بشكل عام للمرضى اللي يردون، اللي عدم تساقط الشعر أو اللي ما عنده تساقط شعر ويريد يحافظ على شعره اللي أطول فترة ممكنة. طيب، أنا يعني شاهدتك أكثر مرة تنوح على موضوع التحاليل. عندنا هاي الثقافة سائدة بأنه المرضى دائما يتجه للتحليل قبل الطبيب. نعم نعم نعم، كثيرة جدا كثيرة. يعني وشون يعرف موضوع التحاليل؟ هو يسمع، لأنه تعرف هسه السوشيال ميديا وتأثيرها على الناس كلش قوي. هي مشكلة. بلي، تأثير كلش قوي. فيتامين دي حاليا بكل شرابطي، اللي عنده تساقط شعار راح سوى فيتامين دي، اللي عنده وجع بالعظام سوى فيتامين دي، سوى معادن. فهو يتخيل الموضوع موضوع معادن، نقص معادن وفيتامينات. أنا دائما أقولهم المجاعات بأفريقيا هم مجاعات بس شعرهم طويل، اللي الموضوع موضوع فيتامينات ومعادن، كان المفروض كلهم معادن شعر، ما منتبهين هم لهالموضوع هذا. لأن تعرف تأثير السوشيال ميديا على المجتمع كلش قوي. زين، احنا دائما نشوف طرقت موضوع السوشيال ميديا وهاي الإعلانات اللي نشوفها ما شاء الله، تعرف بعد التكنولوجيا عندنا. بلي، نشوف هواي إعلانات عصاصير، محاليل، إلى أدوية، إلى كثير. شو تنصح يعني اللي عندهم هذه المشكلة؟ بلي، طبعا كل هواي موجودة صفحات تسوق منتجات علاج تساقط شعر. أنا من البداية أقول للمريض، أقول له أكو علاج يعالج كل المرضى؟ يعني أكو في شيء اسمه علاج تساقط شعر؟ إحنا حكينا أسباب، أسباب كثيرة. إحنا إذا ما عالجنا السبب، شنو فائدة نستخدم علاج؟ إذا ما نعرف السبب، شلون حنستخدم العلاج؟ إيش قدر راح نستمر عليه؟ فأكيد كلها خاطئة. وبالإضافة إلى هنا، المنتجات اللي تسوق هي ما عليها دراسات تثبت فعاليتها، كلها تجارب شخصية. ودائما يجون المرضى أغلبيتهم ماخذين من هالمنتجات هاي. يعني كل المرضى للسهولة يقول أنا شفت في شيء على الصفحة، كنت خل أستخدمه. بأغلبيتهم هم يجون أصلا مستخدميها وذابين فلوس وما مستفادين. فحقيقة نبتعد عن هيك منتجات ما معروفة المصدر، ما معروفة المكونات، وهو أصلا المريض ما يعرف السبب. أنا سبب إذا ما أعالجه، شنو الفائدة أنه أخذ برودكتس أخليها على شعري؟ ممكن تضرني أو ما تفيدني حقيقة. شكرا لك، وشكرا للإيضاحات اللي خليتنا بيها، وأكيد إن شاء الله مشاهدين أكيد راح يأخذون بيها. كن ضيفا عزيزا علينا الدكتور حيدر عامر العصفور، دكتور جلدية وليزر وعلاج مشاكل الشعر. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. إن شاء الله أتمنى لك الموفقية والسداد بعملك. شكرا عزيزي. شكرا. شكرا.